أكد الكاتب في جريدة الأيام سعيد الحمد في مقال تحت عنوان قطر وعقدة البحث عن دور أن مشكلة الحكم في قطر أنه لم يقرأ التاريخ ولم يفهمه، فتخبطت سياسته واختلطت أوراقه، وأنه لا يتوانى عن استغلال محن الأشقاء لحساب أطماعه غير المشروطة ولفرض هيمنة مزعومة. تلك هي عقدة الحكم في قطر، وتلك مسألة وحالة سيكولوجية ونفسية متمكنة وغائرة طفحت بشكل استثنائي ولافت بعد انقلاب الولد على والده، وتلك قضية أخرى معروفة. لكن البحث عن دور أكبر من حجمها السياسي شكل هاجسا لها ولسلطة الحكم فيها، فنزعت إلى أساليب الخداع والتضليل والتزوير، كما حدث مع الوثائق التي تقدمت بها لمحكمة العدل الدولية وطعنت البحرين في صحتها وفي صحة 82 وثيقة، ما أجبر قطر بعد افتضاح عملية التزوير والتضليل على تخليها عن تلك الأوراق التي ادعت سابقا أنها وثائق. وهذا ما أثبت أمام الجميع في دول التعاون الخليجي والمحيط العربي والعالمي أن قطر المسكونة بعقدتها تتطلع بغير حق إلى التوسع والتمدد جورا وبهتانا وابتلاع أراض وأجزاء من المياه البحرينية البحرية، بظن منها أن ذلك يمنحها ويضفي عليها صفة الدولة العظمى لتنفس عن عقدتها الخاصة. ولأن السياسة القطرية تستغل بشكل مخجل ظروف الأزمات في إقليمنا الخليجي الذي تدعي انتماء إليه، فإنها لم تتردد في استغلال واستثمار أزمة احتلال الكويت عام 1990 لتتسلل من خلف أشقائها في مجلس التعاون الخليجي وفي غفلة منهم ووسط انشغالاتهم بأزمة احتلال بلد شقيق وعزيز، لتتقدم وتتوجه بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية لتطالب بتأييد رغبتها في إعلان سيادتها على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي لكل من البحرين وقطر. هذه الواقعة معطوفة على واقعة التزوير في الوثائق وتزوير الأختام والأوراق المرفقة بها واستغلال احتلال الكويت في ذلك العام، يكشف لنا أن الحكم في قطر الذي تداعبه أحلام التوسع في بلدان الأشقاء لا يتوانى عن استغلال محن الأشقاء لحساب أطماعه غير المشروعة ولفرض هيمنة مزعومة ولعب دور أكبر من حجمه وطاقته ومكانته في العالم. ومشكلة الحكم في قطر أنه لم يقرأ التاريخ ولم يفهم الجغرافيا، فتخبطت سياساته واختلطت أوراقه وضاع دليله بمشورات مستشارين استوردهم واستغلوه كما استغل ظروف أشقائه.